محمد، الو اهلا الو، بيك، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لو سمحت اكلم في رمضان؟ كل سنة وانتم طيبين. ممكن اسال وحضرتك حضرتك بألف خير. سؤال كده هو، معلش سؤال محرج، لا اتفضلي. اتفضلي من فضلك. اختي جوزها بيجتمع معاها بطريقة مش شرعية، يعني بقاله بتاع 5 سنين، وهي متأذية من العملية دي، وبيجي لها ساعات يعني حاجات يعني شبه جالها اكتئاب. مش عارفين نعمل ايه. حاضر حاضر. انا ولما ما بتوافقش على الحاجة ده هي بيلوي وشه منها وخلاص، يعني ما بيبقاش يعني مش طايق نفسه بقى. طيب ما عند حضرتك سؤال تاني يا ام محمد؟ لا يا حبيبتي، هو السؤال ده وانا متأسفة قوي. سؤال لا لا لا، ان الله لا يستحي من الحق، ولازم نسأل عشان نتعلم. شكرا صحيح. لك يا طب بينا خلينا نجاوب ام محمد الاول بقى على مشكلة اختها. اتيان المرأة في الدبر، يعني جمهور الفقهاء على انه لا يجوز شرعا خالص. طب هو ربما يكون مريض نفسيا، ربما محتاج حد يتكلم معاه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كلمة حرث ده، أو أنا ينفع أزرع في الرخام؟ الرخام ينفع أزرع فيه؟ لا طبعا. طب إيه اللي إيه مكان الإنبات عند المرأة؟ القبل مش الدبر. فإذا كان القرآن اعتبره حرث، فأتوا حرثكم أن شئتم، يبقى هو ده مكان الحرث. فده محتاج حد يكلمه. وبعدين الحاجه كانت على استحياء، وهي بتقول السؤال. لا، النبي عليه الصلاه والسلام، واحده راحت سالته برضه سؤال، قالت له يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ فالنبي قال اذا رات الماء. نعم، اذا رات الماء. فلا، لا ينبغي اتيان المراه في دبورها. تمام.